وقيل تجلدا الصهر ويدهامي لقيت بورة الأولى غريقة وروحة لقوى الله كان وذي السرفة وإذا انتهي عن السكان الفد غدا بالي سلعة ويتحيار يسبي الحي يمشي غام بول على الغيب دوير يبدل حفار الروح روح الخاص فرح يوضع يود يسنى الدم وبين عرض الصاع أي مرل منام أي تجلى بيوم فرح يحس بام لما ريد ضرار ما جي الساعة أفضل غتبالي سلعة ويتحيار يفقي الحياة يشبي أمبول على الغيب ضيب بلا حب أرواح بروح خاص فرح يوم اللوان ارميزون بلونش امي اختارد الحسناوية ايو امنا نتهمون ويرى تراجو وقضى علي دران وإذا اللي عارف من الأقل الفضاء تبالي سلعة قلوي تحيار تنفي الحير شبي غامبون هلغي الدوية عيري بن الأحبار أرواح دروحة خاص برحيوه عقليل ذي لقار ذي ثمور في بعد يمذن الحول ويطل الزهول ولي ويكا أدي ذا لنبات يمد غضار ذا أمن سعد من تفاق سلعة قلوي تحيار يركبي الحير شبي غامبول الغيب دوي يريب ذلا حبار عروح دروح خاص برحيوان الحير شبي غامبول الغيب دوي يريب ذلا حبار عروح دروح خاص برحيوان وحو تحية كبيرة كبيرة إلى علي عمران لارتيست لو غران ارتيست كابيل لو غران ارتيست أمازيغ سيتي لا شانسون vous l'avez certainement connu ta valise. Alors pour cette deuxième vidéo on va donner quelques informations hein, pour les gens qui m'ont demandé aussi des nouvelles de Naïma sachez qu'elle va bien hein. دونك اطمئنوا نعيمة السيدة نعيمة عندي عليها ديزانفورماسيون ماهيش عندي كيما راهم يقولوا لي الجماعة راهي نعيمة عندك يا خويا نعيمة ماهيش عندي بصح راهي تقول لكم باللي راني بخير دونك نتكلموا عليها الوغ قبل هذا راح نتكلموا ثاني على لو ريكتور دو لا موسكي دو باري اللي جا للجزائر ويطلب في باش نعاونوا لا موسكي دو باري عنده الحق شاف كيف اسمه شاف نتاع فلسطين جد الفاليزا الو حتى هو عنده الحق سيدي يجي يدي الفاليزا وراه طلب من الرئيس كيف اسمه تبون باش يعاون المسجد الاكبر نتاع باريس وباش يفورميو الائمه في باريس وعنا عندنا جاليه كبيره لازمهم دي زيمام باسكو دوكا شويه الحاله السيرات في فرنسا قالوا لهم لازم الامام يكون قاري ما عادش هذيك تاع لازم الامام يكون يهضر مليح ينطق مليح الفرنسي عندنا حنا ما كانش عندنا نضمش ما لقاوش دونك ما عارف كيفاش راح يديروا دونك حنا الامام تاعنا ما يقراوش ما كانش امام عندنا يقدر يدير لك اون فرازون فرونسي ما كانش دوكا ما عمهمش كيفاش راح يديروا
على كل حال لو ريكتور نتاع كيف اسمه نتاع لو ريكتور نتاع لا موسكي استقبلوا الرئيس كان بحضور وزير كيف اسمه كيرايتو لا كيف اسمه مدريغون نعم مدريغون لا نظر كان الامام تاع كما يا ولدي انا على الشيطان يا راجل تدري ممكن كما بقى دركا يا اخي يا اخي راهو حضر وزير نتاعنا الوزير نتاعنا نتاع كيسمو نتاع لي كولت نتاعنا لو مينيستير دي زافير ريليجيوز تاع شؤون دينيه حضر معاه والريكتور نتاعنا دركا راهو مسيو شمس الدين حافظ نتا لازمك شويه تربو بيني شويه تاكتشوليزي شويه روحك دونك هذا كيسمو سي كيف اسمه سي تبون استقبل شمس الدين حافظ هذا اللي جا ودار اودونس وشكون اللي حضر معاه الوزير نتاعنا نتاع الوقف السيد يوسف بن مهدي وبلاك بلاك بلاك نجمو نسمعوكم فيه شويه اذا تحبوا تسمعوه نسمعوكم فيه شويه وقيل نسمعوكم فيه شويه الي اما نسمعوكم اسمعوا واش يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Je suis très honoré que le président de la République. تشرفت باستقبالي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف. رئيس الجمهورية ألح كثيرا على علاقة مسجد باريس بالجزائر. رئيس الجمهورية أسدى لي توجيهات بالعمل على جعل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حذرة جدا ضد الراديكالية. منذ أن توليت مهام عميد مسجد باريس في جانفي 2020 وضعت تدابير عديدة للحماية من التطرف. لقد قمت سابقا بنشر دليل يتضمن كل الوثائق التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف واليوم أصبحت هذه الوثائق مرجعا هاما. رئيس الجمهورية ألح كثيرا على أن يكون الشباب الجزائري المقيم في فرنسا وحتى المسلمين من جنسيات أخرى جد حذرين من هذا التطرف الذي حرق اليوم الرسالة الدينية. نحن نعلم بأن الإسلام الذي تدين به الجزائر هو إسلام الوسطية التسامح والأخوة ويجب أن نكون هكذا دائما حتى في فرنسا. فوالا هاكم سمعتوا السيد شمس الدين هذا وجزائري لكن هذا بالفرنسية دونك واش جزائري يترجموا له جزائريين وكنا جزائريين وهذا يهضر بالفرنسية هذا يهضر بالعربية وهذه هي. الوغ دونك كما قلت لكم زادوا شافوا باش يديروا أئمة يفورميو باسكو كان مشكل كبير نتاع الأئمة باسكو في فرنسا دوكا ما عادش يقبلوا أي إمام سيرتو صحاب الحي هذوك. سيفيني سي تيرميني سي تيرميني فرنسا لصحاب الحي دوكا لازم يجيو دي زيمام يكونوا معتدلين انزيمام يهضروا كما قال لك الاوروب دوكا ما عادش يقبلوا باش يجيو يديروا الائمه اللي تدعي للتطرف وتدعي لهذيك ما كانش. هذه حاجه مليحه مي يا ناس السؤال اللي نحب نقوله انا يا ولدي وحنا واش دخلنا في هذه المشاكل كامل حنايا يعني نتاع المسلمين اللي في باريس ولا المسلمين اللي في الالمان ولا المسلمين اللي في واش دخلنا حنايا برك جزائريين حنا واش دخلنا برك علاش حنا الصور نتاعنا اكثر من الصور نتاع السعوديه حنا الصور نتاعنا اكثر من الصور نتاع الكويت حنا الصور نتاعنا اكثر من الصور نتاع الدول الاخرين المسلمه يا خويا جمع باريس جمع باريس اذا الجماعه نتاعنا في باريس وفي فرنسا حابين يمولوا كانوا كل واحد يدير دي زورو برك غير ولا لا شاف كل واحد يدير دي زورو برك للشهر والصوار يضروا يطيشوا عليهم. مي انا ما فهمتش انا علاش الدوله علاه الدوله نتاعنا اللي هي اللي رايحه تمول جامع باريس تمول جامع باريس علاش بوركوا نورمالمون ما نمولوش حتى الجوامع حنا نجريو باش نحبسوا حتى التموين على الجوامع نتاعنا هنا في الجزائر نصبحوا حنايا نمولوا باريس حنايا ونسلكوا الائمه ونبعثوا الائمه دي ستاج وهذا كل من عندنا وعلاه يا خويا من خزينه الدوله
واللي يقول مخازن الدولة مخازن الشعب يا جماعة، هاد الدراهم اللي مدوهم هادو علاه ما مدوهمش للناس مساكن اللي ما عندهمش؟ علاه يا خويا مدوهم للجوا معنا هاد براسهم؟ انايا الناس اللي يحب يصلي يصلي واللي ما يحبش يصلي سي سون بروبليم. علاش حبيتونا حنايا دولة تاع الجزائر هي اللي تجيب لائمة للناس باش تصلي؟ علاه ما فهمتش انا علاه؟ والله جيمي غير كومبخي، والله جيمي غير كومبخي، هذه هي اللي ما فهمتهاش انا والله يا جماعة ما فهمتهاش. الدولة دير مستشفيات معليش، الدولة تبني القطارات معليش، الدولة تبني المستشفيات الناس باش وليزيكول والناس باش تقرا، هذه كل معليش. مي يا خويا الدولة تبني مسجد باش يصليو فيه الناس، هذه انا نقول لك الحق، انا ما تدخلش راسي يا خويا. اللي حاب يصلي روح هو بعد كيما قال واحد يبني مسجد على روحو. انا عندي واحد من لافامي نتاعي في فرنسا بنى مسجد وحده، بنى مسجد بدراهمو، جا الخنشلة ويروح ويجي من فرنسا، يروح ويجي وبنى مسجد، بنى مسجد واحد لا عارفو فيه، شرا لوطيرا وحده، جاب الدراهم وحده وبنى مسجد وحده وخلاص يا خويا. ها هو عنده أجر عند ربي كيما يقول واحد، والناس تروح تصلي فيه وخلاص. أنا تمنيت لو كان هذا ولد عمي هذا اللي جا من فرنسا راهو راح بنى إيكول، تمنيت، ولا راهو بنى سبيطار، ولا راهو دار دو باتيمون ولا تروا عطاهم للناس الزملاء. هذا واش نتمنى انا؟ مي تبني جامع شي دوكا، ولات في كل كارتي جامع ولا زوز، دوكا ولات في الجزائر شاك كارتي فيه زوج مساجد ثلاثه، وقتها يصليو فيهم وقتها يتعباو هالمساجد هذو غير نهار الجمعه ونهار العيد. ها حتى نهار الجمعه كيما قال لك ما يتعباوش لا بالعيد لا بالجمعه. علاه اسيدي هالخسائر كل هذا؟ اي با اوليو باش باش نخسروا حوايج سوار نطيشوهم هكا كبرت يا خويا. انا ما انا ما نخسر حتى واحد، انا اللي يحب يصلي ديجا ديجا يا اخي رب العالمين اللي يحب يهدي واحد يهدي واحد وربي. وقال ربي سبحانه في الايه اللي نزلت هذيك على سيدنا محمد على جد عمه يا اخي، قالوا انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء. خلي ربي سبحانه عز وجل هو اللي يهدينا، اللي يحب يصلي روح يصلي، واللي ما يحبش سي سون بروبليم الله يسهل عليه، اللي يحب يروح للجامع يروح للجامع، اللي يحب يروح للكنيسه يروح للكنيسه، اللي يحب نورمالمون هذه هي. اما لا تدير بنيو كنايس يا سيدي، عندنا دي زادي كريتيان حنايا، عندنا دي كريتيان تاعنا تاع الشاويه، عندنا دي كريتيان تاع الخبايل، عندنا كريتيان تاع بني بزاب، حتى دي العرب عندهم دي كريتيان في الجزائر. هاي سيدي مالنا نبنيو لهم كنايس تما، ونجيبو كيما كان عندنا يهود ثاني نزيدو نبنيو لهم دي سيناغوغ. ما تصلحش هذه الناس والله ما تصلحش، الصوار اللي نطيشوا فيهم على الطاقه، الصوار نطيشوا فيهم ونقولوا صوار الجزائر راهي تعاني. حنا نحبوا نحيوا الوزاره هذه، وزاره الشؤون الدينيه هذه، نحبوا نحيوها باسكو راهي ما تجيب والو لا للبلاد لا للشعب لا حتى لواحد. الوزاره هذه اللي حاكمينها ملايين، نمدوا الملايين فيها كل خطره، نروحوا للوزاره نلقاو فيها اوموا 60 ولا 70 بيرسون. ها الوزاره هذه نلقاو فيها 70 بيرسون. كيما قلت لكم حنا نجريو باش الناس تفهم باللي الديانه لله، الديانه الديانات كامل لله. واحد لين يقول انا نمثل الاسلام ولا انا نمثل الجودايزم ولا نمثل الكريستيانيزم، انا ضد من الناس اللي تستغل في الدين باش توصل للسياسه، باش يديروا في الكوميرس بالدين، كسوا المسلمين ولا اليهود ولا المسيحيين، انا ضد هذا الشيء. هذا انا مسلم ونستعرف بالديانات كامله، بس نحب كل واحد حر في روحه، كل واحد حر في نفسه. عندك كاين حاجه كما قلت لكم واني موجود، اذا ربي سبحانه عز وجل كلف كانش واحد من المسلمين باش يمثلنا مرحبا به، اذا واحد من هذو اليهود كلفوا ربي باش يمثل اليهود في ديانته واش مرحبا به. اذا كانش واحد مثل الناس رب العالمين قالوا مثل الكريستيانيزم المسيحيه مرحبا به. الساعه هذه ما كانش جوسكا بروف دي كونتر. اذا كان يقول لي الانسان دوك نجيب لي النسخه، والنسخه ماهيش تاعك يا سي محمد، سامحني الاف والاف السنوات عقبت على النسخه هذه،
ماهش تاعك انت تجي تقول والجزائريين يقولوا حنا اللي نمثلوا، التوانسه يجيو يقولوا حنا، الاخرين يقولوا حنا، لا 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 لا، حتى السعوديه بعد ما عندهمش حق يهضروا باسم الاسلام. خلاص خلاص انا نروح معكم بعيد، حتى حتى هذا كيف اسمه لو باب، لو باب نتاع الكريستيان ما عندوش حق يهضر باسم الكريستيانيزم، ما عندوش حق. باش ما تقولوش غير هذا برك راه يهضر على الاسلام، لا، حتى لو باب هذا اللي راهو في واش يقولوا كي يقولوها راهو يمثل الكريتيان، يمثل الكريتيان، وي يمثل الكريتيان، هذه حاجه معروفه، يمثلها مع روحه، يمثلهم يهضر باسمهم، يروح يجيب لهم كما كانت سكنات، يروح اذا يحب يصلي بهم الله يسهل عليه، اذا بصح باش يجي هو يجيب هذيك نتاعو هذيك ويبدا يقول له وزات بني وزات منا ومنا، لا يا اخي رب العالمين ما تنجمش تمثل، ما قالكش ربي روح انت قال للناس فوزات بيني، هذه ما نقبلهاش، ما نخلوهاش، هذه ما نقبلهاش، انا نقولها الاخرين الله يسهل عليهم، كيما في الدين ثاني ما نقبل على بالحاج، لا تبون، لا اي واحد يجي يقول لك نهضر باسم الدين، خويا انت راهو انتخبوك الشعب باش دير السياسه، اذا نروحو ننتخبوك دركا باش تهضر علينا غدوه يوم القيامه، هيا نديرو الفوت، هيا نديرو الفوت، هذه ما كيما كان واحد ما انتخبناكش عاد باش تهضر باسم الدين، حنا الناس اللي انتخبوك باش تهضر باسم الدولة الجزائرية وتهضر على السياسة وتهضر الناس كيفاه تعيش، كيفاه تاكل، كيفاه تشرب، كيفاش بصح الدين كل واحد يشوف واش يساعدو، هذه هي اللي نحب نقولوها، دونك خليونا يا جماعة ما نطيشوش الدراهم على غير شيء، طيش الوزارة الشؤون الدينية، طيش الوزارة المجاهدين. يا خويا المجاهدين بقاو ربعة من الناس ولا عشرة من الناس هذو اللي يديو في وكلها يخرجونا مجاهدين ولا اي سيدي شي منع ما عشت في هذه ولا كيفاش حنا مساكن المجاهدين ربي يطول في عمرهم هذو ندير لهم السلاك نتاعهم من وزارة الدفاع ولا من وزارة المالية ولا من هنا نعطيهم المنحة نتاعهم ونبنى صلينا عليه علاه ندير انايا وزارة قدها قد بن حملاوي انايا نعينوا فيها الا يعينوا فيها الا اصحابهم وابن عمهم وروحوا روحوا هذا ولد اخر هذا ولد اخر هذا ولد اخر يزيونا يا صاحبي غلبنا من هذه المشاكل هذو 60 سنة وحنا هكا صاحبي وزايد سي تخو نروحوا دوكا باش نطمئن الناس اللي يبعثوا لي على مطعم نعيمة صالحي نقول لكم باللي مدام نعيمة صالحي راهي لاباس وراهي بخير وعلى حساب ما فهمت ان مدام نعيمة صالحي ما راحتش اليامس لا كيف اسمه يبان لي ما راحتش يبان لي ما مشاتش خاطرش مدام نعيمة صالحي راهي تقول في نتاعها باللي راهي مريضة راهي مريضة وان شاء الله اذا راهي مريضه حنا نطلبوا لها الشفاء العاجل انا كما قلت لكم انا انسان اللي يوتيغ با سور لي زامبيلونس حتى كي ما نتفاهمش مع واحد ما نتمنالوش الضر انا نهضر على روحي الى الساعه انا نتمنى لها الشفاء ما دام نعيمة صالحي دارت الناس اللي يخدموا معاها داروا بيان ويقولوا فيه نؤكد للمره الالف أن السيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدالة والبيان ماكثة في بيتها لم يمسها سوء وهي في مرحلة نقاهة نقرأ عليكم البيان تاع اللي دارته حزب العدل والبيان وهي في مرحلة نقاهة فرضها عليها طبيبها المتابع منذ مدة والذي أكد لها مرارا وتكرارا أخذ عطلة طويلة المدى والابتعاد عن أي مؤثرات تعود سلبا عن صحتها لكنها كانت تكابر في كل مرة وتستمر في خوض غمار التوعية الشعبية من أجل استقرار الوضع الأمني في البلاد لكن هذه المرة ألزمها طبيبها المتابع فترة نقاهة إجبارية والحمد لله وكما ترون وبعدما إن كان ضغطها عاليا جدا حتى الخطورة يهضر على لاتونسيون ارتيريال فلقد بدأ في الانخفاض كما تلاحظون دوك نعطيكم التصويرة وذلك بعد أن خضعت لراحة هذه الأيام أدعو لها بالشفاء العاجل يرحمكم الله هذا البيان نتاع جاء من رئاسة حزب العدالة والبيان أنا أقول لكم الحق يا ناس
انا دوك انا نرفع يدي ربي ونقول له يا ربي اشفي هالمراه هذه، يا ربي اشفي المراه هذه اذا يخبرني ربي منها، ويشفي المرضى نتاع الناس كل، اشفي المرضى نتاع الناس كل يا ربي، مسلمين يهود مسيحيين ملحدين اشفيهم يا رب العالمين. هذا هو اعطيني شوف هذيك نعطيكم التصويره نتاع مدام نعيمه هاكم كما تشوفوا فيها اذا تقدروا تشوفوها فوالا هاي لهنا هاي مديره تهز لاتونسيون تاعها فوالا عندها 16 ويت فوالا شويه عاليه ها فوالا هاي لهنايا فوالا هاي تهز لاتونسيون تاعها عندها 16 ويت فوالا ان شاء الله يا ربي يجيب لها ربي الشفاء. دونك على حساب ما فهمت مدام نعيمه تقدر تكون مريضه وتبعث بسيرتيفيكا ميديكال ل كيف اسمه الباركي بروكيور ولا الناس اللي كونفوكاوها قاضي التحقيق قال ماهيش قادره باش تجي، بصح ماهيش قادره باش تجي سمحولي ماهيش راح تكون تبقى عامين ولا تبقى ما عرف قداش، دوكا هما يتبعوا الحاله نتاعها ويشوفوها قادرين حتى كيما قال واحد ينجمون بعد يشوفوا قال يجيو يبعثوا لها يديهم هكا طبيب من الاطباء نتاعهم هما اللي هو عندها طبيب نتاعها داكوغ طبيب نتاع العائله ولا طبيب مي العداله قادره تخصص يجيو يديوها هما بعد كاش طبيب نتاعهم هما نتاع لوبيتال ولا نتاع منا يشوف حالتها اذا قادره باش يستمعوا اليها سي نورمال راح يستمعوا اليها، واذا ما همش قادرين الاطباء يقولوا باللي مدام نعيمه صالحي مريضه وما تصلحش يزيدوا كيما قال واحد يسمعوها ما تنجمش ما تنجمش ان شاء الله يخليوها كي يجيب لها ربي الشفاء. وهذه هي هذه هي دونك الناس اللي كانوا يبعثوا لي ويكتبوا لي ويقولوا لي ما زدتش هضرتنا على مدام صالحي، انا قلت لكم كي يكون عندنا خبر ان شاء الله نتكلموا. هذا على كل حال الناس رد على الناس اللي يبعثوا لي واللي يكتبوا لي شاك فوا يا ولدي اعطينا اخبار اعطينا منا، انا مانيش ماني معاها في الدار نتاعها ما هي عندي في الدار نتاعي، ما رحت نشوف انا في المحكمه جات ولا ما جاتش هذه ما نكذبش عليكم انا جي بايتي، مي سامبلومون كي ظل كانوا ديزانفورماسيون كيما هكا نمدوهم للناس باش كانوا ناس على حساب الناس اللي يقولوا مدام نعيمه صالحي بزاف الناس اللي راهم يساندوا فيها، على حساب انا كي نشوف واحد البيان يقولوا باللي ديجا دركا عندها وقيلة استنى نشوف لكم يقولوا باللي على حساب هذه البيان تاع حمومه نتاع كيف اسمها نتاع التجور تاع نتاع كيف يقولوا نتاع الحزب نتاعها يقولوا باللي باين ثاني داروه عنده واحد 7 سوايع ولا 6 سوايع يقولوا باللي واش يقولوا نبلغ شكرا وشكرنا وامتنان تبلغ شكر وامتنان السيده نعيمه صالحي رئيس حزب العداله والبيان كل من التحق من عشرات المحامين والمحاميات ذوي التوجه الوطني بتشكيله هيئة الدفاع الوطني للدفاع عنها، هم يقولوا خويا يقولوا باللي العشرات نتاع العشرات نتاع الدفاع رايحين يجيو باش يدافعوا على مدام صالح، هم يقولوا كيما هكا مبادره وطنيه تعتبر سابقه من نوعها، هما اللي يقولوها فوالا من مثل هذه المواقف جمعت اساتذه واستاذات محامين من اجل الدفاع عن حامل المشروع الوطني الاصيل، هما اللي هزين المشروع الوطني الاصيل فوالا هي الدفاع تتكون حتى الآن من 27 محامي، 27 محامي على حساب هذو العدل والبيان نتاع مدام صالحي، يقولوا بلي بنت ست أفوكا راهم مستعدين باش كما يقولوا الإنسان باش يدافعوا على مدام صالحي كي تروح للعدالة. هذا هو واش كاين ويوفقوا لهذا البلاغ هذا يحطوا معاه صوره وصوره من الصورات يقولوا قال الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فردوهم، انا ما نعرفش نقرا مش ما نكسرش القران ما نعرفش نقرا
حاطين صورة وخلاص، هذا ما كان سمحولي من العاشقة العربية. فوالا فوالا فوالا، دونك نكون كملت لا فيديو نتاع اليوم نتاع دركا دوزيام. سسرا ان شاء الله تكون تروازيام ان شاء الله من بعد شوية، نتكلموا عليها على حوايج اخرين. مي دركا هضرت لكم على جوج حوايج، على هذا السيد اللي جا لو ريكتور تاع باري اللي جا يطلب باش يعاونوا المسجد باريس، وهضرت لكم على مدام نعيمة صالحي اللي يقولوا الناس باللي راهي مريضة، ونتمنوا لها الشفاء العاجل للناس الكل كما قلت لكم، وان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله. نزيد نخليكم تسمعوا شوية علي عمران القبائل الفحولة، كما قال واحد، اي واحدة البارحة قالت لي انت قبيلي ولا شاوي، يا اخي جاوبتك حقا، انا راني شاوي 100% 1000%، واش هو راني ثاني نحس روحي ثاني قبيلي، خاطرش قبيل فحولة. علي عمران تفاليست.